وهنا سرعه الهجمه المرتده وبتتلعب تخبط كده وترجع مره ثانيه من رامي صبري تروح لتوريس بيضغط عليه هشام لكن لسه الكوره جابي عايز يعمل عرضيه سدد على المرمى يا ولد يا احمد يا عادل حلوه المباراه احتفاليه انما نستمتع كراسكو هو اللي سدد التصويبه الحلوه على القائم الايمن لكن احمد عادل عبد المنعم بيطلع ببراعه صد رد كده بطريقه صد رد ترجع الكوره ثاني لكن على طول في خطا لصالح النادي الاهلي دومج مع نادي افاسيون ناسيونال من سرقسطة لكن رجع وانفصل وغير اسمه سنه 47 الى اتلتيكو مدريد مين لعب له بقى من